اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجنا برنامج عصر الاباء يتكلم. حلقتنا النهارده بتتكلم عن موضوع مهم قوي وهو البلاد العربيه. تاثير الفكر الابائي على البلاد العربيه وهل الاباء في الوقت اللي كانوا بيعيشوا فيه في الكنيسه العربيه في مراحل مبكره من التاريخ هل كان لهم تاثير في هذه البلاد هل كانت البلاد تتاثر بيهم زي ما بعض الناس دلوقتي بيقول لك ان هذه البلاد هي بلاد اسلاميه عاش الاسلام فيها وهو الذي صنع الحضاره لكن الحقيقه مشاركه المسيحيين في حركات الثقافه العربيه غير عاديه بمعنى انه كانوا منتشرين في كل ناحيه بنشوف ال من القرن الثامن. الأساقفة اللي كانوا موجودين في آه المنطقة آه منطقة بغداد والعراق. كان أشهر الأطباء السوريان النصارى في بغداد من النصارى. تثير الغيرة، وبنشوف ده في نص من النصوص اللي موجودة للجاحظ آه بأسلوبه اللاذع في كتابه، ليه كتاب مشهور جدا الجاحظ اسمه البخلاء وهذا الكتاب اتكلم فيه عن الأطباء المسيحيين فنشوف يقول إيه كان أسد ابن جاني طبيبا فجاء ومر له قائلا الأمراض فاشية وأنت عالم ولك صبر وخدمة ولك بيان ومعرفة فمن أين تؤتى في هذا الكساد كان فيه كساد اقتصادي يعني أنت يعني أنت عايش إزاي؟ قال: أما واحدة فإن عندهم مسلم، وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب، لا بل قبل أن أخلق، أن المسلمين لا يفلحون في الطب. وكان ينبغي أن يكون اسمي صليباً ويوحنا. وكان ينبغي أن تكون أبو عيسى وأبو زكريا وأبو إبراهيم. وكان ينبغي أن يكون رداء حرير يعني ده لفظ عربي شوية كان ينبغي ان تكون لغتي إيه؟ لغه اهل السوريان فهو كان بيفخ يعني بيسخر من انه ما فيش حد طبيب ناجح في المنطقه دي انا بس النص لانه بلغه العربيه الفصحى فمش عايز اسقل عليكم يعني كان الـ المقصود انه كان ينبغي انه ما يكونش في طبيب مسلم في المنطقه دي لأنه كل الاطباء اللي ذاعوا الصيت في منطقه الشرق بغداد وكل منطقة شبه الجزيرة العربية حتى والحد مصر كمان حتى في عصر المماليك كل المنطقة دي كل الأطباء اللي زعت شهرتهم وكانوا شاطرين جدا في الطب عشان كده كان حتى الجعز يقول في البخلاء لم يكن مسلما طبيبا ده بعض الأمثلة من كتاب واحد شخص مسلم حركة الترجمة أيضا كانت على يد المسيحيين فبنشوف مثلا في نقل العاصمه الاسلاميه من دمشق الى الى دمشق كان من بغداد الى دمشق ده كان له اثر كبير جدا جدا في الاسلام واقترابه من الغرب وكان البيئه اللي بينشا فيها الاسلام واطلاعهم على الكتاب المقدس هذا الاطلاع تناول كتبا منحوله فقط على فكره وده بقى اللي خلى المنطقه العربيه والمسلمين ينتقدوا المسيحيه بشكل مذهل لان هم ما قروش كل الكتب اللي كانت عندهم كان كتب محرفه كانت عقائد مسيحيه محرفه غير سليمه بالمره كان في آه الناحيه المسيحيه الثقافيه آه لما فتح العرب البلاد اللي كان فيها ثقافات مسيحية تعهدوا لمواطنيها النصارى بإبقاء خمسة عشر كنيسة البلد دي البلد دي عشان برضو نقول المكان كانت قريبة من دمشق واسمها هي معروفة بإحدى العواصم ولم تزل في عهد يوليانوس الجاحد منذ أجمل مدينة في الشرق وحل الدين المسيحي فيها منذ بدايته وسرعان ما أخذ في النماء حتى انتشر فيها انتشارا واسعا بحيث غدا أسقف دمشق اللي هي مدينة دمشق يلي البطريرك فورا في ربوع بطريركية أنطاكيا كانت مدينة جميلة جدا وكان فيها فلما دخلوا فيها أبقوا خمسة عشر كنيسة وده اللي بيحصل دلوقتي لما داعش بيخش وبيكسر كل الكنائس اللي موجودة في منطقة دمشق في سوريا وحواليها مع الحريه التامه في ممارسه عبادتهم، وبقيت احدى هذه الكنائس وهي كنيسه اليعاقبه مجاوره لقصر الخليفه حتى في خلافه هشام ابن عباس، وبنشوف مع التاريخ ان البلاد تم استعربها واتاح للناس بتوعها ان يخالطوا الفاتحين اللي هم الاسلاميين اللي دخلوا حسب بحسب التعبير الاسلامي الفتوحات الاسلاميه. ولا شك ان العلاقات لم تقف عند المبادلات الاقتصاديه والاداريه بل تجاوزتها في مجال الفكر والدين وحدثت حركه غير عاديه للترجمه. لكن الحقيقه الكتب اللي ترجمت كانت البيئه العربيه المسيحيه في الشام وما بين النهرين كانت فيها مقومات كثيره جدا للثقافه المسيحيه. ولما حصلت حركه الترجمه ديت اللي قام بيها مسيحيين. فكان دورهم في تأثير الثقافة و... 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 ونقل العلوم من الغرب إلى الشرق. والحركة وال... الثقافية يعني بقت مزدهرة جدا، كان الفضل فيها إلى النساك المسيحيين، وده بكلام من المؤرخين، بيقول إيه؟ أحد المؤرخين بيقول: لقد جمعت بين العرب المسلمين وأصحابهم المسيحيين حياة مشتركة أثناء القرنين الأول للإسلام وامتد حتى الاقتداء ببناء الجوامع كان برضو في فكرة الصوامع نفس الفكرة اللي موجودة في الأديورة لو إحنا بصين ولما نشوف في التاريخ مين اللي اتبنى الأول ما الأديورة في الصوامع في التاريخ كانت مبنية من زمان فيما يبدو أن الاقتداء ببناء الصوامع أمرا ثابتا وكان المتصوفة المسلمون حتى القرن التاسع يذهبون الى النساك المسيحيين ده مؤرخ مسلم بيقول يسالونهم في العقائد والحياه الروحيه وان عددا لا باس به من المقالات الاولى التي وضعت في الزهد الاسلامي يبدو انه نقل للموضوعات المسيحيه بشيء من التوسع والتصرف وقد يصعب على الباحث ان يتبين القدر الذي اثرت به مناظره رجال الدين المسيحي مع اول مفكري الاسلام في دمشق لكن التوضيحات التاريخية والمؤرخين التاريخيين في كل المناظرات التي دارت في مثلا ولا سيما يوحنا الدمشقي وتلميذه الاسقف سيودورس ابو قره ودول ناس من اللي كان في مناظرات دارت بينهم دارت المناقشه حول مسالتين مساله القدر ومساله خلق القران فلابد لنا من وقفه يسيره عندهما ونلاحظ اولا ما يلي أن للجدل عند هؤلاء المؤلفين شكلا مكتملا تطوره فانه قد أدرك مرحلة من النماء لا يستهان بها فلنا أن نقول أن المناظرات الدينية قد ابتدأت قبل ذلك بلا محال لكن لا شك أن بعض المؤرخين أدركوا أنه كثير من القدرات الثقافية اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية وأنا قرأت لكم من بعض الكتب اللي فيها مؤرخين إسلاميين شهدوا بالاقتراب الحقيقي ما بين النساك الإسلاميين والرهبان وكثير من العقائد الروحية والأفكار الفلسفية خدوها من العقائد المسيحية التأثير ده يا جماعة هو التأثير اللي خرجت منه الشيعة لأنه لما نبص في سورة الحسن وهم راسمينها بنفس الملامح المسيحية اللي زي ما المسيحيين بيرسموا سورة المسيح وزي ما اليهود اهل المسيح قتلوا المسيح هكذا قتل الحسين من اهل ال البيت. واخدين بالكم من نفس الفكره؟ وكما صلب هكذا قطعت راسه وهناك ايضا يستشهدون بالحب الغير عادي في ال البيت وهو الحسين. فالشيعه كمذهب اسلامي خرج في منطقه ما بين النهرين لهذا السبب. لأنهم اقتربوا من النساك المسيحيين اللي كانوا مقيمين في ذلك الوقت منذ وقت ليس ببعيد والحقيقة بقى اللي أنا عايز أقولها النهاردة ويمكن كتير من المؤرخين ودرس يعني شراح ودارسين التاريخ يكتشفوا هذه الحقيقة إنه مذهب الشيعة كتير منه متاخد من الأمور المسيحية وخصوصا الرهبانية والحقيقة انه ما اتخذش من مذاهب مسيحيه حقيقيه لكنها مذاهب منحرفه النساطره واليعاقبه والابيونيين كانوا يعيشون من نساك هؤلاء الطوائف في هذه المنطقه فلما تنقل المسلمين امر المسيحيه تناقلوه من كتب منحوله وكتب غير حقيقيه لا تمثل المسيحيه بصله لكن كل التصوف الاسلامي وكل الأفكار اللي موجودة في الشيعة، يمكن السنة ما خدتش كتير من المسيحية لكن الشيعة خدوا كتير، عشان كده بنشوف الاقتراب الأخلاقي عند الشيعة من بعض الاقتراب الأخلاقي عند المسيحيين. ليس هذا نتيجة لكن كان نتيجة تقارب ثقافي وحركة كبيرة من الترجمة سارت ما بين النساك المسيحيين وما بين بعض المثقفين المسلمين في ذلك القطعه من الارض وهذا الاحتكاك وحركه الترجمه من اليوناني الى العربي اللي بدات بعد كده تنبع منها بعض الفلاسفه العربيه الفلاسفه العرب في كثير من العصور المسيحيه وتاثيرها على البلاد العربيه لا شك احبائي ان التاثير ده كان تاثير مهم جدا في كل كان في بعض المسائل اللي يعني مسألة كان صعب جدا الجدل حواليها لكن المسيحيين في الجدل المسيحي أفضى إلى مناقشات رائعة جدا فلسفية فكان الجدليون المسيحيون أثبتوا أن التجسد جائز وأنه لا يمس الله في تنزيهه وكان منهم ذلك ردا على اليهود والهراطقة فمثلا سيودورس أبو قرة ابن قرة عول على الأدلة ذاتها هذه الأدلة التي كان بيقنع بها اليهود والهراطقة لإقناع المسلمين فنشأت مسألة مهمة جدا جدا مسألة القرآن غير المخلوق التي تعود بأصلها فيما يبدو إلى مسألة الكلمة نحن نعلم أن القرآن يقول في عيسى أنه كلمة الله القرآن غير المخلوق أو روحه وما كان ليشق على مسيحي تاويل هذه التسميات من هنا نشا الاعتراض الذي وجهه اهل الجدل المسيحي الى المسلمين ان من هو المسيح انه كلمه الله ومن عندكم انتم بتقولوا انه هو كلمه الله او روحي فهل هذه الكلمه مخلوقه ام غير مخلوقه ان كانت غير مخلوقه كان المسيح هو الله لو كانت الكلمه دي مخلوقه ام غير مخلوقه لو الكلمة دي مخلوقة يبقى المسيح هو الله وإن كانت مخلوقة لم يكن الله قبل تولدها ذا كلمة وروح وبكلام آخر كان المسيحيون يستخدمون البرهان بالكلمة المخلوقة أو غير المخلوقة ليرغموا المسلمين على الاعتراف بلاهوت المسيح فاضطر المسلمون إلى الإجابة وربما كان ذلك هو الأصل في مناقشة القضية هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق لأنهم بيقولوا أن القرآن يعني هو كلمة الله فاذا كان المسيح انتوا بتقولوا عليه هو كلمه الله فهل هو مخلوق ولا غير مخلوق وصار هذا الجدال الرائع ده مثل انا بدي مثل من تاثير الجدل المسيحي على ايه البلاد العربيه والثقافه العربيه وكل للاسف بقى يعني الحقيقه ان كل الترجمات اللي ترجمت من اللاهوت المسيحي كانت لاهوت فاسد بمعنى انها لم تكن على الاطلاق لاهوت حقيقي فكان الجدل المسيحي الإسلامي هو جدل هرطقة مسيحيين مع مسلمين وكل الكتابات اللي صدرت في هذه المرحلة كانت كتابات ضعيفة جدا لا تمت إلى صلة من هذه الأمور لكن أحبائي أنا عايز النهارده أشجعكم بأنه العرب لهم دور رهيب جدا في منطقة البلاد العربية وأنا لا أقصد العرب عموما لكن أقصد العرب المسيحيين بمعنى أن الكنيسة العربية منذ بدايتها في المنطقة العربية كانت سبب بركة لهذه الأرض. فلا بد أن ننتبه إن كل المؤرخين في كل الكتابات اللي كل الكتابات اللي فيها تأريخ واضح جدا عن تأثير الثقافة تأثير المسيحيين على الثقافة العربية كان تأثير غير عادي. من في مجال الطب، في مجال الترجمه، في مجال البحث، في مجال الفلسفه، في مز في, في كل المجالات حتى في مجال الاقتصاد كان كل المستامنين في كل الولاه اللي بس في مصر كانوا مسيحيين اللي كانوا مستامنين على بيوت المال والفلوس والمصاريف وال والاقتصاد وحتى عصرنا الحالي كان يقال في كثير من العصور يعني في ما قبل ثوره 52 كان كثير جدا من الحسابات والوسيات والديوانيات يقودها مسيحيين امناء في مناطق زي مصر في العراق في سوريا في آه كثير من فلسطين حتى عايز اقول لكم انه الكنيسه العربيه كانت قويه جدا 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 في كل العصور وحتى هذه اللحظه ما زالت الكنيسه لها دور وطني قوي في ادراك الحقائق اللي احنا عايزين نتكلم عنها في الوقت الحالي انه النسيج اللي موجود ما بين المسيحيين وما بين المسلمين في بلادنا العربيه ينبغي ان يكون احبائي مش نسيج تنافسي لكن نسيج من اجل البناء مش نسيج جدلي لكن نسيج من اجل اظهار الحب اكثر للاخرين في التعامل اليومي الحياتي. نحن من هذا المنبر ننادي ال ال الكنيسه العربيه ان تقف موقف قوي في هذا الزمن وهذا الوقت. فلدينا ما زلنا نريد ان يكون هناك حركه ترجمه واسعه، نترجم كثير من الكتب اللي هنا في الغرب الى الشرق لكي يستطيعوا ان يدركوا حقيقه الكنيسه ودورها ولاهوتها المصلح ولاهوتها المغير ولاهوتها الرائع جدا. ده امر مهم لازم ندو... نقوم بيه، لازم يقوم بيه رجال الكنيسه في كل في كل الوقت اللي احنا عايشين فيه. نحن لسنا كنيسه متغربه عن الوطن. لكن احنا كنيسه وطنيه. نهتم ببلادنا. نهتم بشعوبنا. نهتم بفقراء هذا الوطن في كل الاوطان العربيه. وكما كان بالامس هكذا باليوم، فالتاريخ يعيد نفسه لو انتم ملاحظين. انه مع بدايه الفتوحات الاسلاميه للبلاد العربيه كما يزعمون بعض المؤرخين أنها فتوحات لكن الحقيقة هي كانت حروب قاسية جدا قتلت كثير من المسيحيين والأساقفة والرهبان في هذه البلاد لكن ما تبقى عليها بكتاب تاريخ مؤرخ اسلامي بيقول ان ما تبقى كان 15 10 15 كنيسه بس في منطقه دمشق وفي كل مكان كانوا يبقون على بعض الكنائس ليه؟ علشان دول المنطقه هي يعني هي هيدمروا كل الناس لكن كان الباقي بيدمروا وحتى هذه اللحظه احبائي ما زالت الكنيسه تعاني تعاني لكن انا اريد ان اقول كلمه محبه الى اخوتي المسلمين في البلاد العربيه. ان التاثير المسيحي في البلاد العربيه لا يستطيع احد ان ينكره. حتى اللحظه دي من في مجال التعليم، في مجال الاقتصاد، في مجال الطب، في مجال الصيدله، في مجالات كثيره جدا ترتقي بالانسان. وتغير حال الانسان وتغير وضع الانسان. كثير من الاباء ذكروا في بدايات خدمتهم في المنطقه دي كثير منهم من الاسكندريه كثير منهم من انطاكيا كثير منهم من منطقه برقه حد يصدق بس يعني احد الاباء من منطقه هيبو تونس شمال افريقيا كثير من الاباء كانوا في المنطقه دي وكان ليهم سبب تاثير غير عادي على هذه الشعوب وما زال اباء الكنيسه يعيشون حتى هذه اللحظه في كثير من تاثيراتهم الايجابيه على السياسات على الاقتصاد على العلاقات الدولية ما بين الشعوب وبعضها وبعض عشان كده أحبائي الكنيسة ملح ونور زي ما بعلمنا أنه لا يستطيع أحد أنه يعني يضع سراجا تحت المكيال ويقول فين النور لكن إذا وضعنا السراج فوق مكان عالية في البيت يستطيع كل الناس أنهم يشوفوا النور ما نقدرش نحط النور ونخبيه فالكنيسة هي النور الكنيسة هي الملح اللي الناس بتستنير وبتذوق طعم الحياه بشكل مختلف عشان كده تهجير المسيحيين من اوطانهم في الشرق الاوسط بالصوره اللي بتتم في العصر ده خطر شديد جدا 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 بكل المقاييس المسيحيين هم سبب البركه الحقيقيه في البلاد ديت كانوا وما زالوا وكلمه حق يقولها مؤرخين من التاريخ الاسلامي ويقولها مؤرخين من التاريخ المسيحي ان المسيحيين لم يكن في يوم من الايام سبب للاضطرابات لكنهم كانوا سبب لارتقاء الشعوب كانوا سبب للتغيير كانوا سبب للنضج كانوا سبب للحريات كانوا سبب للترجمات كانوا سبب للفلسفات كانوا سبب للتعليم الارساليات والرهبانيات اللي تمت في منطقه الشرق الاوسط كانت سبب رهيب لتغيير كثير جدا من المفاهيم وأحد الأفاضل الصحفيين الكويتين يقول أن في الكويت كلها لم يكن هناك إلا مستشفى واحدة فعندما كنت أذهب لأتطبب أنا وعائلتي كنا نذهب لهذه المستشفى كانت هي مستشفى للإرسالية الأمريكية ده موجود في البحرين أيضا موجود في كثير كانت المكان الوحيد اللي السبب يطبب الناس ويعالج أمراضها كان بسبب التأثير المسيحي في الشرق في الخليج في السودان حتى في جنوب السودان كثير من الارساليات تعمل هناك يا جماعه التأثير المسيحي سواء في الشرق وفي البلاد العربيه غير عادي فإن احنا يعني نحط بس مجرد نشيل بس المسيحيين من الاوطان ديت هذه الاوطان ستضر بشكل مذهل نحن لسنا اقليات في الوطن العربي احنا مش اقليات انا ارفض هذه التسميه بكل الاشكال نحن لنا اوطان واوطاننا العربية هي في الشرق الاوسط ما بين النهرين وفي نهر النيل وفي شمال افريقيا، هذه اوطاننا، هذه بلدنا فالعروبة لغة وثقافة شاركنا فيها مع المسلمين في صنعها. فكان هناك علماء مسلمين وكان هناك علماء مسيحيين، كان هناك اطباء واطباء شاركوا في صنع هذه الثقافة وهذه الحضارة وهذه المنظومة، فالمنظومة العربية والبلاد العربية في تأثير مسيحي غير عادي فيها. عشان كده احنا نحتاج ان احنا نصلي انه موضوع التهجير القسري واللي ممتلئ بالعنف من جانب بعض التنظيمات الارهابيه اللي بتقود لتهجير المسيحيين من هذه الاراضي بشكل تعسفي نحتاج ان احنا نراجع انفسنا مره ثانيه. التاثير المسيحي هو تاثير الملح والنور في هذه الاوطان. وينبغي ان ندرك ان وجود المسيحيين في الشرق الاوسط ضروره وتهجيرهم خطر شديد جدا. الاحصائيات مرعبه. لبنان بحسب الدستور كان ينبغي ان يكون الرئيس مسيحي ورئيس الوزراء مسلم. الان الاحصائيات مرعبه بعد ما كانت المسيحيه في لبنان 60% تكاد تكون 30%. تهجير المسيحيين الكلدان من العراق والسوريان بشكل بشع. تهجيرهم من سوريا، تهجيرهم من من مصر، تهجيرهم من شمال افريقيا، تهجيرهم من السودان اعداد رهيبه جدا تهجيرهم حتى من 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 بعض الـ الـ البلاد الافريقيه الموضوع اصبح خطير جدا فالتعايش السلمي اصبح ضروره ملحه والمسيحيه هي التي صنعت هذا التعايش السلمي في كل ربوع المنطقه العربيه حتى اذا تم التهجير فسيكون الصراع في المنطقه العربيه صراع سني شيعي كما نرى الان على الساحه العربيه صراع سني شيعي واضح جدا هذا خطر هذا خطر جدا جدا فوجود المسيحية في الأوطان العربية أنا أقولها بصراحة بركة فينبغي علينا أحبائي أن نصلي من أجل البلاد العربية عشان كده أنا عايزك أدعوك النهاردة إن كنت في أي بلد عربي بتشاهدنا من خلال قناة القبطية الفضائية وعلى النايل سات تعال نصلي مع بعض لأجل التواجد المسيحي المؤثر بفاعلية وأن أن يوقف نزيف التهجير العنيف لمسيحيين الشرق الأوسط أمين أبونا السماوي نحن نصلي يا رب من أجل بلاد العربية والتهجير الذي يتم فيها فكان الأباء لهم كتابات رائعة جدا في الأسكندرية وفي أنطاقيا وفي أورشليم وفي كثير من البلاد العربية يا رب كان هناك دراسات رائعة جدا خرجت من هذه البلاد على يد علماء شرق أوسطيين رائعين واباء افاضل نصلي يا رب ان ترسل ان ترسل ان ترسل سلامك الى هذه البلاد حتى يعم فيها السلام وياتي ثمار هذا السلام بانتاج فكري جديد وانتاج لثقافه جديده لعصر جديد يا رب يغير اوضاعنا ويغير هذه البلاد فلا يكون الربيع العربي هو مجرد هجمة شرسة من طيارات متطرفة إسلامية لكن يكون بداية لتغيير هذه المنظومة الجديدة في هذا العالم ليكون للكنيسة دور جديد ملح ونور لتؤثر وتغير وتنقل بلادنا من الفساد ومن العشوائية إلى النور وإلى الاستقرار وإلى السلام أصلي في اسم يسوع واثقا أنك تستجيب آمين احبائي المشاهدين تعالوا نصلي دائما لاجل بلادنا العربيه ونثق ان الرب سيستجيب اراكم في حلقه قادمه بمشيئه الرب من برنامج عصر الاباء يتكلم سلام المسيح معكم